مشاهدينا الكرام مشاهدي الاخبار، اهلا بكم بهذه التغطيه الخاصه لملفين في غايه الاهميه ومتابعه اخر المستجدات في قطاع غزه، وخاصه بعد تلويح الرئيس الامريكي جو بايدن بان التهديد الاسرائيلي باجتياح رفح هو مساله او خط احمر ربما مرفوض بكل المقاييس. هناك ايضا ملف اخر متعلق بزياره الدكتور مصطفى مدبولي او جوله تفقديه لمدينه سانت كاترين وتفقد المراحل النهائيه للمشروع التجالي الاعظم، هذا المشروع الذي تنظر به مصر العالم باجتياح او بحاله سياحيه مختلفه. تابعوا الاول معنا الموضوع الاول ومتعلق بسانت كاترين. يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجوله تفقديه بمدينه سانت كاترين لمتابعه المراحل النهائيه لمشروعات تطوير موقع التجالي الاعظم فوق ارض السلام. قام مدبولي بصعود اعلى تبت هارون واستمعوا لوجهه النظر الدينيه والاثريه حول جبل التجالي الاعظم والمنطقه المحيطه. كما تفقد رئيس الوزراء النزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد، وتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار مدينة سانت كاترين، وتفقد أيضا مشروع الحي السكني بالزيتونة، ويشمل مشروع تطوير موقع التجاري الأعظم فوق أرض السلام إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، وهي 21 مجمعا سكنيا، بالإضافة إلى إقامة خدمات متكاملة للمنطقة. والآن ننتقل إلى جامعة الدول العربية لهذا الاجتماع مع ممثلي الحوار الليبي. وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. 4 توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية. 5 دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه. 6 اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. 7 ثمن الحاضرون دور جامعة الدول العربية على تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا. انتهى النص. أعتقد أنه هذا كله يمثل نجاح كبير واختراق مؤكد، وتمنياتنا بتمام التنفيذ بإذن الله. شكرا جزيلا. نفتح الحديث للأسئلة. مساء الخير، أنا مراد فتحي كبير مرسلي الأخبار في الهيئة الوطنية للإعلام. علي صوتك شوية، علي صوتك شوية. مساء الخير يا فندم، مراد فتحي كبير مرسلي الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية. بنرحب بكم جميعا، ونحن كإعلاميين سعداء جدا بهذه الجلسة الحوارية لأننا نتابع الشأن الليبي منذ سنوات، وهذه خطوة كبيرة وجيدة. سؤال لفخامة الرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ما هي أهم المخرجات وهل أنتم راضون عن تلك المخرجات يا فندم؟ شكرا. شكرا. أنت تتحدث عن مخرجات لقاء اليوم بالتأكيد. بالتأكيد نحن أي توافق، أول شيء أنا نأكد على شكرنا وتأكيدنا على الشكر الكبير لمعالي السيد الأمين العام على هذه الدعوة. وأي توافق يحدث في بين الأطراف السياسية في ليبيا لإجراء العملية الانتخابية، انتخابات رئاسية وبرلمانية، هو مطلب مهم جدا، ونحن ندعم هذا ونثمن اي مجهود في هذا الاتجاه. بالنسبه للاجراءات اللي تم والنقاط اللي تم الاتفاق عليها، اعتقد هي ذكرت بالكامل من خلال البيان، وباعتقادنا ان هذه بدايه مهمه جدا تعتبر بدورنا نحن بتسيير هذا الحوار وإمكانية وجود مثل هذه التوافقات. النتائج اللي توصلنا إليها اليوم هي نتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات، تؤكد على
بعض النقاط اللي هي تم الاتفاق عليها، الاتفاق على أن تشكل لجنة فنية لمحاولة حل بعض الإشكاليات، هذا أمر مهم جدا. أيضا الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع في أقرب الأجال لاستكمال هذه الخطوات، وهذه خطوة ثانية مهمة جدا. بقية الأمور هي أمور توافقية، أتمنى أن يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية، فهذا اللي أنا حبيت أؤكد عليه. وكل النقاط مهمة، وكل ما توصلنا إليه في بياننا هو مهم جدا. شكرا. مساء الخير، بشوي رمزي، اليوم السابع. سؤالي لمعالي المستشار عقيلة صالح، يعني أنا كنت عايز أسأل ما هو مصير الانتخابات الليبية وكيف ستكون المرحلة المقبلة؟ بداية أكرر جزيل الشكر لمعالي أمين عام جامعة الدول العربية على هذه الدعوة الكريمة، ونقدم بالتهنئة إلى فخامة الرئيس والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يعود علينا إن شاء الله على بلدينا بالأمن والاستقرار والهناء. فيما يتعلق بمصير الانتخابات، بالتأكيد وضعت القاعدة الدستورية، وضعت قوانين الانتخابات، فنحن اليوم أكدنا على أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى دولة مستقرة، إلى تكوين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الجديد بإذن الله. وبالتالي الانتخابات يعني الآن في قبول من كل الأطراف الليبية، أيضا المجتمع الدولي ومن الليبيين، أن الانتخابات هي الحل، ونحن الآن ما نؤكد عليه وأكدنا عليه في هذا البيان لصدر هذا اليوم. شكرا. منذر أبو دوح، تلفزيون مصري، قناة النيل الأخبار. شكرا للجامعة العربية على هذا الحوار وللحفاظ على دولة ليبيا الشقيقة، الدولة الكبيرة في العالم العربي. بداية سؤالي لمعالي المستشار السيد عقيلة صالح بخصوص، هل تم التوافق على مشاركة كل الأطراف السياسية في العملية الانتخابية في الفترة القادمة؟ وبالتأكيد كما قلت، صدرت القوانين، قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذه القوانين صنعت للأجل الجميع، لا تهميش لأحد ولا إقسام. من تتوافق فيه الشروط كمواطن ليبي توافق يطلب من حقه أن يرشح نفسه من أنصار النظام السابق، من غير ما لا تهميش ولا إبعاد لأي شخصية ليبية. إذا توفرت الشروط المطلوبة حسب القوانين الصادرة، فلكل ليبي أن يترشح ويكون الحكم وصندوق الانتخاب. مساء الخير، معي حامد روزا اليوسف. سؤالي لمعالي الدكتور محمد كالا، هل تم التطرق يعني إلى جانب الجوانب السياسية للجوانب الاقتصادية، ويعني على وجه التحديد إعادة أعمار ليبيا؟ شكرا. شكرا. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على الدعوة الكريمة التي قدمها لنا، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة هذه الجامعة اللي نعتبر جزء لا يتجزأ منها. طبعا الحوار كان تطرق بشكل رئيس للعملية السياسية ولبعض الشوائب التي تشوبها، مثلا كما نتكلم عن الانتخابات أو القاعدة الدستورية الانتخابية وما بها من بعض نقاط الخلافية، واتفقنا على تشكيل لجان فنية وحتسعى في إحداث توافق إلى أبعد حد للقبول بنتائج الانتخابات. فلن تطرقنا حتى للشق السياسي، الشق الاقتصادي، ولمعالجة بعض الأمور الاقتصادية في المستقبل بالتوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في بعض النقاط، وسبقوا وحللنا بعض المشاكل الاقتصادية حتى في السابق، وأحدثنا إصلاحات اقتصادية في 2018، والآن هناك تضخم سنحاول أن نضع له حد إن شاء الله. العربية، سؤالي لمعاليك، يعني شفنا مشهد كثير يعني مكرر للقاءات للرفقاء الليبيين في أكثر من مكان، تقييم سيادتك لهذه الجولة وتوقيتها وأهميتها أنها قد تكون فعلا منعطف فيما يتعلق بمستقبل المشهد السياسي الليبي في هذا التوقيت؟ طبعا المشهد السياسي الليبي، لا، هو السؤال لدولة الرئيس.
واللي انا عاوز اقوله انه اجابات القاده، انا استمعت الان الى اربع اجابات كلها تؤشر الى جانب ايجابي للغايه في التوجه. البيان كاشف عن نفسه، بيان جيد للغاية، وأعترف بكل أمانة أنه فاق توقعاتي الشخصية. من كان يشارك في هذا اللقاء أثناء الفترة السابقة للقاء ثم مات له من نقاشات أخوية وعلى غداء العمل الذي دار، يصل إلى نتيجة مفادها أنه شيء إيجابي للغاية بين قادة ليبيا، وهم جميعا يشعرون بأنه ليبيا تحتاج لهذا القرار الآن، فهو وضع إيجابي. أملي الكبير أنه يتم الإنجاز حسب معطيات السبع نقاط اللي تم عليهم التوافق، وتنطلق ليبيا في اتجاه آخر يعيد لها وحدتها وفاعليتها ودورها وكل مساهماتها في العالم، في العمل العربي المشترك. إنجاز واضح، وأتمنى لإخواتنا كل التوفيق والسداد في خطواتهم القادمة. شكرا. فضل سؤال. معالي السيد رئيس مجلس الدولة الليبي، السؤال، تم الاتفاق انه حسب البيان انه هيكون هناك اجتماع اخر، فهل تم تحديد موعد هذا الاجتماع والآلية التي سيعقد برعاية الجامعة العربية؟ كيف ستكون هذه الآلية؟ ايضا هل سيتم دعوة اطراف سياسية اخرى الى جانب الرئاسات الثلاثة الى هذا الاجتماع؟ حسن فتحي القشاوي، وكالة انباء الشرق الاوسط. شكرا. طبعا هيكون في اجتماع اخر اكيد، لان دائما الحوار يحتاج لمره واثنين وثلاثه لنصل لنتائج حقيقيه مرضيه لكل الاطراف ومرضيه حتى للشارع الليبي والمواطن الليبي. فدائما محتاجين للحوار باستمرار. اذا دعت الجامعه العربيه فمرحب بها، لان نحن عضو اساسي في الجامعه العربيه ونعتبر مظله الجامعه العربيه تمثلنا جميعا. شكرا. شكرا جزيلا يا جماعة. والآن تابعنا المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الجلسة الحوارية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع ممثلي الحوار الليبي، والذي ربما كان هناك توافق على مجموعة من الرؤى التي أكد فيها أمين عام جامعة الدول العربية أنه بشكل كبير يسير في اتجاه إيجابي حول الوضع ومحاولة إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع للمشهد الليبي. ينضم إلينا الآن للتعقيب على هذا المؤتمر الأستاذ محمد فتحي الشريف الباحث في الشؤون الليبية. سيد محمد، طبعا بعد التحية، كيف تقرأ هذا الحوار الليبي في هذه المرحلة الآنية حاليا، ولأي مدى يعني ما جاء في المؤتمر الصحفي يمثل بالفعل انطلاقة حقيقية لرؤية لإيجاد حلول للمشهد الليبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدين حضرتك الكرام. طبعا النقاط السبعة التي جاءت في البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي وصفه السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بأنه إنجاز حقيقي وواضح، وأن يعني طريقة النقاش والتعاطي مع الأزمة الليبية كانت إيجابية للغاية، وقال أنه يعني هذا الملف الذي تم التناقش حوله يعتمد على ثلاث محاور أساسية هي العملية السياسية، وكان واضحا من الإجابات التي يعني تم الإجابة عنها في المؤتمر الصحفي أو النقاشات التي تمت داخل الجلسة المغلقة قبل أن يتم يعني بداية المؤتمر الصحفي. كان هناك نقاط مهمة جدا تم التوافق حولها، ومنها
النقاط التي شكلت عائقا حقيقيا في الأزمة الليبية. أول أمر هو القاعدة الدستورية، وأعتقد أن السيد محمد تكالة والمستشار عبد الله صالح والسيد محمد الملفي أكدوا على أن القاعدة الدستورية كل النقاط الخلافية اللي فيها سيتم تشكيل لجان من المجلس الرئاسي ومن مجلس النواب ومن مجلس الدولة للتوافق حول كل النقاط الخلافية، وهذه النقطة المفصلية في الأزمة الليبية، بالإضافة طبعا إلى المعالجات الاقتصادية التي سيقوم بها. وأعتقد أن هذا الاجتماع مهم جدا، ومهم جدا أن يكون هناك اجتماع آخر. تفضل. يعني أستاذ محمد، هناك مجموعة من النقاط ربما اللي تم التعرض ليها خلال الجلسة الحوارية، وتم أيضا يعني التلويح بها في المؤتمر الصحفي، فتقاطعت ما بين فكرة الاتفاق الضمني ما بين مسؤولي الحوار الليبي الليبي وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع. هل المسألة يعني بنجد أن هناك بالفعل أفاق جديدة في المشهد الليبي، ربما احتياج ليبي الليبي طبعا في المرحلة الحالية والأزمة الليبية اللي ربما دفع طبعا تمنى الكثير من الفئات الليبية بمختلف السياسية تؤكد أنه هناك بالفعل احتياج شديد لإيجاد حلول على أرض الواقع وخروج مثل هذه الاتفاقات إلى أرض الواقع بالتنفيذ؟ سيد محمد. أيوة يا فندم، أسمع حضرتك. طبعا القادة الذين اجتمعوا السيد محمد منيف والمستشار عبد الله صالح والسيد محمد تكالة، أعتقد أن إجاباتهم في المؤتمر الصحفي أكدت على أنهم يدركون أن الظرف مهم جدا، وأن التوافق لابد أن يكون، وخاصة أن المشهد الدولي مرتبك، وأن هناك تضخم في الاقتصادات العالمية كلها، وأن هناك يعني أزمات كثيرة جدا قد تصيب الشعب الليبي بشيء من يعني عدم الارتياحية، ويكون هناك ضغط أيضا على الشعب الليبي، وبالتالي لابد أن يكون هناك حوار جاد، وهذا الحوار الجاد لابد أن يتم الالتزام به من كل أطراف، ولابد أن يتم التوافق على كل النقاط الخلافية، لأن المختنقات في المشهد الليبي ليست كثيرة جدا. يعني إذا كنا تحدثنا عن القاعدة الدستورية وعن لجنة 5+5 التي قطعت مسارا كبيرا جدا في توحيد المؤسسات في ليبيا، وبالتالي الشق السياسي والشق الاقتصادي سهل جدا التوافق عليه، وخاصة أن هذه الجلسة سيعقبها جلسات أخرى. وأنا أسمن دور جماعة الدول العربية في هذا الظرف، عندما اجتمعت بالرئاسات الثلاثة سواء كان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو مجلس الدولة، بالإضافة إلى أن هناك توسيع يعني من خلال يعني حديثي مع بعض الأشقاء في ليبيا، هناك توسيع لهذه الدائرة، وسيتم ضم عدد كبير جدا من الفاعلين في المشهد السياسي الى هذه التوافقات، وبالتالي معالجه النقاط السياسيه والاقتصاديه سهله جدا اذا خلصت النوايا. واعتقد ان يعني اليوم في المؤتمر الصحفي وما ظهر جليا من خلال المناقشات يؤكد على ان هناك نيه جاده حقيقيه لان يكون هناك توافق ليبي ليبي تحت مظله جماعه الدول العربيه، وهذا صحيح. النهج الذي كان يجب ان يتبع من البدايه، لان التدخلات الدوليه والتجاذبات الدوليه والتدخلات الغير ايجابيه في المشهد الليبي هي التي اوصلت الى المشهد الذي نراه الان، وبالتالي التوافق في العمليه السياسيه والعمليه الاقتصاديه، وخاصة أن العالم تتغير وتتشكل خريطته من جديد، وأن هناك أزمات تحيط بالدولة الليبية من كل جانب، ولذلك هم يريدون أن يتوافقوا بشيء حقيقي. ولذلك كان يعني حديث السيد الأمين العام أحمد أبو الغيط للأمين العام لجماعة الدول العربية أن القادة الليبيين في الاجتماع المغلق أو في المؤتمر الصحفي كانت إجاباتهم جيدة للغاية، يعني إجاباتهم كلها تؤكد على أن هناك انفراجة في المشهد، وأن النقاط الأساسية التي ركزوا عليها هي نقاط إيجابية إذا تم التوافق عليها، وسوف تسرع من وتيرة العملية السياسية. هذا الاجتماع ليس كل العملية السياسية، ولكنه جزء مهم يجب البناء عليه من أجل التوافق بين كل الأشقاء في ليبيا، حتى يكون هناك توافق ليبي ليبي، لأن الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة دعا إلى أن يكون الحوار ليبي ليبي، لأن الحوار الليبي ليبي هو الذي يخلق عملية سياسية إيجابية يستطيع أن ينفذها الشعب الليبي، ويستطيع أن تذهب بالشعب الليبي إلى الانتخابات وإلى التوافق حول كل النقاط الخلافية. صحيح. أستاذ محمد الشريف الباحث في الشؤون الليبية، شكرا جزيلا لك طبعا على هذه الإفادة فيما يتعلق بالجلسة الحوارية التي عقدت اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما
تابعنا اليوم أيضا قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية في سانت كاترين لتفقد أهم التطورات بشأن مشروع التجاري الأعظم، هذا المشروع الذي تطل به مصر على الخارطة السياحية بمكانة أكبر، وخاصة في منطقة سانت كاترين التي تمتلك من المقومات السياحية التي تجعلها في مصاف أكثر البقع السياحية جذبا للسياح على مستوى العالم. ينضم إلينا الآن للحديث عن هذه الزيارة وهذه الجولة وقيمة هذا المشروع الأستاذ جمال هزاع عضو الاتحاد المصري، الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور أسامة، أولا بعد التحية، هذه الزيارة وهي ربما تكليل لهذا المشروع الأكبر لمشروع التجاري الأعظم، كيف ترى طبعا دكتور أنه بالفعل هذه الزيارة تؤكد أن اهتمام الدولة المصرية بهذا المشروع اللي هيضع مصر على مكانة مختلفة في الخارطة السياحية؟ نعم دكتور، لا أسمعك جيدا. تفضل تفضل يا دكتور. دكتور حسام تسمعني جيدا؟ يبدو أنه هناك مشكلة. إذن مرة أخرى سنعاود الاتصال بدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية متحدثا عن الجولة التفقدية الخاصة برئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في منطقة سانت كاترين. عودة مرة أخرى دكتور حسام هزاع، تسمعني دكتور؟ ايوه سامع حضرتك كويس. تمام دكتور، قيمه ربما هذه الزياره رئيس الوزراء الجوله التفقديه داخل منطقه سانت كاترين، وخاصه ان هذا المشروع بالفعل اطفى بريق مختلف لوضع مصر السياحي ب اضافه بقعه جديده وبتحديات اكبر ربما لاستقطاب عدد كبير من السياح على مستوى العالم. طبعا هذا المشروع التجلي الأعظم مشروع قيم جدا، وخاصة أن هذه النقطة هي الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى على سيدنا على جبل سيدنا موسى وبعدين تكلم مع سيدنا موسى، فطبعا دي مكان تسلطت عليه الأضواء من خلال هذه الزيارة من كافة دول العالم، وخاصة المهتمين بهذا النوع من السياحة اللي هي السياحة الدينية، وبعدين بيتم التطوير في المنطقة وفي مطار سانت كاترين بحيث ان الطاقة الاستيعابية بتاعت المطار تسع اعداد اكبر، بالاضافة الى انشاء عدد كبير من الفنادق ذات الفنادق الخضراء بتبقى مكوناتها من نفس البيئة والاحجار المكونة هناك، واستخدام كافة الاجراءات او كافة التنقلات بالعربيات الكهربائية الى اخره لنحافظ على البيئة. النقطة الأهم من كده إن في جاليات كتيرة مسيحية بتيجي تعمل سياحة دينية وبعد كده بتطلع على منطقة القدس لبيت لحم وفي الآخر إلى الأردن أو العكس، فده بينشط هذا النوع من السياحة، بالإضافة طبعا إلى إن هيقام مستشفى علاجي كبير بالإضافة للسياحة الاستشفائية في عيون موسى مثلا اللي هي بتبعد حوالي 250 كيلو متر، ده كله بيأثر أو بيطفي على المنطقة نوع كبير من الأضواء، بالإضافة إنها تنشط وإيجاد فرص عمل كبيرة كذلك لبدو سيناء، وفي نفس الوقت بيبقى فيه حرف وتراث موجود هناك، هيتم وجود بزارات كتيرة تفيد أهل المنطقة. الأهم من كده طبعاً إن هذا النوع من السياحة والمهتمين بيها تزيد عليه عدد الرحلات بشكل كبير نتيجة توسعة المطار هناك، وطبعا سانت كاترين أو منطقة الوادي المقدس ده للثلاث ديانات، أرض السلام الإسلام والمسيحية واليهودية، فهيبقى هناك في إقبال كبير، ولازالت هو بس توقفت الرحلات إلى هناك بعض الشيء نتيجة الحرب اللي حصلت بين غزة وإسرائيل،
ولكن كان في رحلات كبيره جدا بتيجي بتزور منطقه. يعني هنا السؤال دكتور حسام، يعني منطقه سانت كاترين ثريه طبعا زي ما حضرتك ذكرت وذات طابع اثري وديني وروحاني كمان كبير جدا، وربما كانت موجوده على الخريطه السياحيه على مدى سنوات، ولكن فكره وجود هذا المشروع لتعظيم قدر الاستفاده من هذا المكان الروحاني اللي اعتقد انه بيستقطب عدد كبير من السياح وتعظيم الاستفاده منه، الى اي مدى بتجد ان هناك بالفعل كان في تحديات موجوده قبل هذا المشروع؟ ربما هذا المشروع يعطي او يفتح متنفس حقيقي للتغلب على هذه التحديات واعطاء فرصه بالفعل ان احنا نستفيد من المقومات الرائعه لمدينه سانت كاترين. التحديات اللي كانت في اولا في الطاقه الاستيعابيه للفنادق، في الطاقه الاستيعابيه لمطار سانت كاترين نفسه، فده كلها المشروع ده وسع من الطاقة الاستيعابية للمطارات. يعني لما يبقى كل ساعة فيها 600 سائح أجنبي يزور مطار سانت كاترين ومن خلاله يقوم برحلات، نعم. بالإضافة إلى أن بتبقى في رحلات يومية جاية مثلا من شرم الشيخ لزيارة سانت كاترين والبيات على جبل موسى عشان يشوفوا شروق الشمس، وثانيا بعد كده صباحا يروحوا عاملين زيارة الوادي المقدس وسانت كاترين أو المناطق الأثرية. فطبيعي الزيادة من الطاقة الاستيعابية في المناطق اللي هناك والفندق أو المناطق اللي هتقام هناك بالإضافة إلى المستشفى العلاجي بالإضافة إلى المطار هيزيد الأعداد بنسبة كبيرة تصل إلى 25% زيادة على الأعداد الحالية الموجودة، وتصل أحيانا إلى 50% إن شاء الله على الأعداد الموجودة في منطقة سانت كاترين والوادي. نأمل هذا طبعا. دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، شكرا جزيلا طبعا لك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. الوضع في غزة قصف مستمر، سقوط ألاف الشهداء والضحايا منذ 7 من أكتوبر وحتى يومنا هذا، وتجدد القصف ربما على مناطق متفرقة في أنحاء غزة. وبينما تشهد غزة القصف من مناطق مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن التهديد الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون خطا أحمر بالنسبة لرئيس طبعا الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال أنه خط أحمر لكنني لن أتخلى عن إسرائيل قط، الدفاع عن إسرائيل يزال أمرا بالغ الأهمية، لذلك ليس هناك خط أحمر يمكن أن أقطع عنده كل الأسلحة حتى لا تكون لديهم القبة الحديدية لحمايتهم. ما بين تضارب هذه الأقوال، ما بين وضع كارثي ولا إنساني بكل المقاييس داخل قطاع غزة، هناك أيضا حديث عن معبر بحري لإنفاذ المساعدات الإنسانية من قبل القوات الأمريكية، قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ينضم إلينا الآن للتعقيب على هذا الملف دكتور يوسف العقاد، مدير عام المستشفى الأوروبي بغزة. دكتور يوسف بعد التحية، كيف تصف لنا المشهد لديك مع سقوط عدد كبير من الضحايا وتجدد القصف في المناطق المتفرقة ووجود 8 مجازر يعني ارتكبتها إسرائيل داخل القطاع، كيف تقرأ المشهد الكارثي لديك؟ نعم، مرحبا بك. نحن نتحدث عن أكثر من مجازر، نحن نتحدث عن محرقة حقيقية تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أن القصف يطال جميع محافظات قطاع غزة، يطال كل المناطق التي تدعي إسرائيل لأنها مناطق آمنة، تم دفع الناس للنزوح قصرا من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب، تم استهدافهم في أماكن نزوحهم، الآن تم أيضا توجيه الناس للنزوح تجاه المواصي في البحر على ساحل البحر، ايضا يتم قصف الخيام التي من المفترض ان تكون امنه يتم قصفها بشكل مباشر، مما يؤدي الى ارتفاع عدد الجرحى والشهداء يوما بيوم بل ساعه بساعه، فالوضع متازم حقيقه، الوضع اكثر من كارثي، لا يمكن ان يستمر الوضع على هذه الشاكله. كنتم قبل قليل تتحدثون عن خطوط حمراء وضعها الرئيس بايدن، ولكن من الواضح بأنه لا يوجد خطوط حمراء أمام هذا العدو المتغطرس، إذ أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء وتجاوز كل القوانين والأعراف المعمول بها دوليا. برأيك الحديث عن ممر ملاحي أو بحري للوصول أو إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع، يعني حتى استطيع القول بأن نستطيع القول أن هذا يعني ربما أو هذه المسألة هي نوع من محاولة لإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع؟
نعم هذا اللي بر الرماد في العيون، هناك معابر قطاع غزة وهي معروفة ومعلومة، ومن السهل جدا وصول تلك المساعدات سواء كانت مساعدات طبية أم كانت مواد تموينية وإغاثية عبر المعابر التجارية. قطاع غزة قادر على استقبال هذه الشاحنات التي اعتاد على استقبالها في السنوات الأخيرة، وهي الحل الأمثل والحل الحقيقي. إنما قصة أن تأتي المساعدات والمواد التموينية عبر البحر فهذا يعني أمر مزعج، وبالتالي لن يستطيع المواطن الفلسطيني العادي من الوصول إلى تلك المساعدات. شاهدنا بأم أعيننا كيف أن هناك أناس قتلوا تحت هذه الباراشوتات التي نزلت من السماء، والآن أيضا الطريق عبر البحر سيكون محفوف بالمخاطر، ولن تكون يعني توزيع تلك المساعدات أو حتى قدرة الناس على شراء ما يحتاجونه سيكون أمر صعب جدا. فبالتالي الحل هو وقف إطلاق النار الفوري، والحل هو إعادة فتح المعابر بشكل طبيعي حتى يتسنى المواطن دخول المساعدات من الوصول إلى حقوقه سواء كان بالشراء أو بالمساعدة. دكتور يوسف، يعني ربما الحديث عن منع التمويل أونروا أو يعني رغبة بعض الدول في عودة التمويل مرة أخرى، هل تعتقد أن هذه المسألة قد تقدم نوع من أو شكل وجه جديد للتنسيق ما بين فرق الإنقاذ المختلفة لتقديم المساعدة لأهل القطاع؟ نعم بالتأكيد، يعني أولا ينبغي على كل من لديه القدرة على الضغط على هذا العدو المتخصص أن يمارس أقصى درجات الضغط حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، فبالتالي تتدفق المساعدات، وهي يعني نحن بحاجة إلى آلاف الشاحنات، نحن بحاجة إلى 1000 شاحنة يوميا حتى يتمكن القطاع الصحي أولا ثم القطاع الإغاثي من استعادة عافيته، ونستطيع إنقاذ حياة الناس، لأنه الآن لدينا العشرات من الأطفال الذين يموتون وكذلك كبار السن الذين يفقدون حياتهم يوميا بسبب سوء التغذية والجفاف. سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل، سياسة التجويع التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع أبناء قطاع غزة لا سيما المناطق الشمالية من قطاع غزة الذين يتضررون جوعا، ونشهد يوميا من يفقدون حياتهم بسبب المجاعة الحقيقية التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني. كيف ترى دراسة الاحتلال الإسرائيلي تسليح مدنيين في غزة بدعوة حماية المساعدات؟ نعم بالتأكيد، يعني العدو الإسرائيلي يكذب ويكذب ويكذب، وثبت للعالم كله كذب السردية الإسرائيلية التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يروجها أمام الإعلام، لكن الناس بالتأكيد يفقدون حياتهم بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وعدم الوصول إلى ما يحتاجونه من الإغاثة ومن الغذاء ومن الماء الصالح للشرب ومن الماء النظيف وما إلى آخره من مقومات الحياة البسيطة التي يحتاجها أي إنسان على هذه الأرض. طيب في ظل سقوط ضحايا وشهداء، في ظل قصف حتى المستشفيات المعنية بتقديم المساعدات الطبية لأهالي القطاع، دكتور يوسف كيف يتم التنسيق ما بين الفرق الطبية اللي ما زالت مستمرة بتقوم بدورها، وطبعا المتطوعين أيضا اللي بيحاولوا بشكل كبير جدا يقوموا بدور لدعم أو محاولة حتى يعني إيجاد نفاذ من هذه الكارثة الغير إنسانية اللي بيشهدها القطاع يعني؟ نعم الطواقم الصحية هي منهكة بشكل كامل، لأننا الآن في الشهر السادس وهم لا يزالوا يحاولون تقديم ما تيسر من الخدمات الصحية للجرحى لآلاف الجرحى وآلاف المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات تباعا، وباتت المستشفيات تعتمد بشكل جزئي على المتطوعين وعلى الفرق الطبية الزائرة الوصول الطبية التي تأتي من خارج قطاع غزة، ونحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الوفود التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يصر على وضع العقبات في طريق وصول مثل هذه الوفود، فهي لا تفي بالحد الأدنى مما يحتاجه القطاع الصحي سواء على مستوى النوع أو الكيف. فهي رسالة موجهة إلى كل من يستطيع أن يضغط على هذا الاحتلال ليسمح بدخول الوفود الطبية وكذلك المساعدات الطبية التي باتت ضرورية وملحة للاستمرار في تقديم الخدمات في حدها الأدنى. أنا أركز في حدها الأدنى، نعم. لأننا لا نستطيع تقديم خدمات صحية الآن في الحد المعقول أو حتى في الحد الآمن. كيف ترى تصريحات بايدن بالتحدث فيها عن الخط الأحمر وأن ضرب أو تلويح بضرب رفح أو يعني جنوب قطاع غزة هو خط أحمر، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم يعني هذه التصريحات أتوقع بأنه لا يوجد لها مكان على أرض الواقع، لأنه كان هناك خطوط حمر رسمتها الإدارة الأمريكية
والمجتمع الدولي، لكن نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل هذه التحذيرات وهذه الخطوط الصمد، وإذا ما أقدم على اجتياح رفح ستكون هناك محرقة إضافية حقيقية، لأنه رفح مرتبطة بالسكان العام، أكثر من 2 مليون مواطن غزي متواجدون في محافظة رفح، وهي بالمناسبة فقط مساحة رفح هي 62 كيلومتر مربع، فبالتالي هناك ما يقارب 30 ألف مواطن فلسطيني في كل كيلومتر مربع، فإذا ما أقدمت القوات المسلحة الإسرائيلية على اجتياح منطقة رفح ستكون هناك محرقة حقيقية، وستكون هناك نتائج لا تحمد عقباها. نعم، دكتور يوسف العقاد مدير عام المستشفى الأوروبي بغزة، شكرا جزيلا لك طبعا على هذه الإفادة. كانت هذه التغطية عبر الساعة، وزينا مستمرين معكم على شاشة النيل الأخبار، فتابعونا. شكرا لكم، نسيب المتابعة.